بسم الله ولا بدأ إلا به والحمد لله ولا حمد إلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على خاتم نبيه بعثه وخير نبي أرسله وبعد. ضيفنا الكريم أحباب اللسان العربي وأحباب المجمع المكي، سلام عليكم طيبتم وأهلا بكم ومرحبا في لقاء جديد وقضية جديدة من قضايا النحو العربي، وهي قضية نظرية النحو القرآني. في الحقيقة ثم فارق بين النحو القرآني ونظرية النحو القرآني. هناك بضعة نماذج لمؤلفات عرضت قواعد النحو القرآني مستعينة بالشواهد القرآنية في التمثيل لتلك القواعد، بينما كانت نظرية النحو القرآني مثار بحث بعض المحاولات السابقة كدراسة الدكتور أحمد مكي الأنصاري وغيره، هدفها الإجابة عن تساؤل مفاده: هل هناك نظرية يمكن أن نطلق عليها نظرية النحو القرآني تقتصر قواعدها على القرآن الكريم فقط دون الحديث النبوي وكلام العربي شعرا ونثرا؟ وفي لقاء اليوم يتناول هذا التساؤل ويكشف حقيقة النظرية ويجلي مفهومها ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي، عضو المجمع وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، فمع أستاذنا الكريم فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وبعد. فالشكر الجزيل لمجمع اللغة العربية وللقائمين عليه، وأخص بالشكر الوافر الجزيل سعادة رئيسه أخي الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي لدعوته الكريمة لي لإلقاء هذه المحاضرة، والشكر الجزيل أيضا لسعادة رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور مصطفى شعبان، كما أشكر من الأعماق جمع الحاضرين الكرام الذين شرفوني جميعا بالحضور اليوم. شكرا دكتور مصطفى على هذه الإيضاحات المهمة. وكما تفضلتم، نعم صحيح، هذا السبب الذي تفضلت به الآن اختصر علي لماذا اخترت نظرية النحو القرآني ولم أقل النحو القرآني بلا تصديرها بكلمة النظرية. جزاكم الله خيرا دكتور مصطفى. عنوان هذا الحديث كما ترون: نظرية النحو القرآني، ما حقيقتها؟ تساءلت في العنوان عن حقيقة ما سمي بالنحو القرآني، لأني رأيت أن هذه المقولة، مقولة النحو القرآني، مقولة جاذبة براقة، وقد جذبت الكثير من الدارسين وكتب فيها عدد كبير منهم بحماسة شديدة. الحقيقة ظهر فيما سمي بالنحو القرآني كتب وبحوث ورسائل لا يخفى أكثرها على المتابع، ولا بد أن يأتي خلال هذا الحديث بالضرورة ذكر أشهر الكتب وأشهر المشتغلين بالنحو القرآني. نقف أولا مع التسمية. تسمية النحو القرآني بهذا التركيب الوصفي، وأحيانا بالتركيب الإضافي نحو القرآن، هذه التسمية تحيل على موقف واضح لا لبس فيه من قبل من كتبوا فيه، موقف واضح من قضية التعارض بين ما يقره النحاة من قواعد وما في القرآن الكريم مما يخالف تلك القواعد المقررة. وقد أصبحت هذه التسمية، أقصد النحو القرآني، اصطلاحا قارا يحيل ذهنيا مباشرة على هذا الموقف. أستاذنا الدكتور أحمد مكي الأنصاري رحمه الله، ولا بد من أن يحضر اسم أحمد مكي الأنصاري عند كل من يتناول النحو القرآني، كان رحمه الله وهو أستاذنا في مكة في جامعة أم القرى قبل قرابة 30 أو أكثر من 30 عاما، كان من بين أكثر المنافحين
بين قوسين بحسب تعبيره هو عن القرآن الكريم من خلال تبنيه لمقولة النحو القرآني، بل تبنى ما أطلق عليه هو نظرية النحو القرآني بشكل واضح. وهذا هو الاسم الذي حمله كتابه الذي فصل فيه ما قال إنه أركان نظريته. هناك كتب أخرى تحمل عناوين مشابهة، هناك مثلا كتاب للمرحوم جميل ظفر اسمه النحو القرآني، وآخر لإبراهيم البليزي، وقبل هذه الكتب جميعا كتاب مشهور أيضا بعنوان نحو القرآن للجواري، أحمد عبد الستار الجواري. هذا الكتاب صدر عام 1974. الحقيقة هناك كتب غير هذه وهناك دراسات، لكنني اكتفيت بأشهرها. يتكئ الأنصاري والآخرون في القول بنظرية النحو القرآني بصورة أساسية على ما يرونه مفارقة ومنحا غريبا ربما، هو الحكم على بعض ما جاء في القرآن الكريم بأنه شاذ أو خارج عن قياس كلام العرب، مع أنه أفصح الكلام العربي. وينادي هؤلاء بصوت عال جدا بوجوب اتخاذ القرآن الكريم مصدرا للتقعيد النحوي، ووجوب تغيير القواعد النحوية لكي تتماشى مع القرآن. وهذا حرفيا ما ردده غير واحد منهم. عذرهم في ذلك أو دعواهم في هذا أنه النص العربي الفصيح الموثوق الذي ليس فيه تحريف ولا تغيير، فلا يجوز للنحاة إذن أن تصطدم قاعدتهم النحوية بالآية القرآنية. أصحاب النحو القرآني يؤولون غالبا موقف النحاة المتعارض مع القرآن، وما يظهر أنه وقوف منهم إلى جانب قاعدتهم وضد ما في القرآن، يؤولونه في الغالب بأنه من باب التعصب والانحياز لما توصلوا إليه من قواعد. يصورون الأمر على أنه مواجهة توصف أحيانا بأنها حامية الوطيس بين النحاة والقراء. يتحدث مثلا أحد المتحمسين لمقولة النحو القرآني، وأنا هنا أريد ما قاله نموذجا لما يقوله عشرات غيره بنفس القدر من الحماسة، هو إياد الأرناؤوطي. يتحدث عما سماه الحيف الكبير الذي وقع على القرآن الكريم من النحويين، ويتحدث عن وجود ثغرات كبيرة في علم النحو العربي منهجا ومفردات، ودعا إلى، وهذه عبارته حرفيا أقرأها، دعا إلى ترجيح الشاهد القرآني على سواه عند التعارض بينهما، وإلى إجازة استنباط القاعدة النحوية من الشاهد القرآني الواحد. يقول: فحسب القاعدة دليلا على صحتها استنادها إلى كلام العليم الحكيم. انتهى كلامه. لن أطيل بأكثر من هذا في عرض ما تعرفونه جميعا مما دعا إليه الذين كتبوا في النحو القرآني، فهو مشهور معلوم لديكم. السؤال الآن: هل ما استند إليه هؤلاء صحيح؟ هذا سؤال أولي وجوهري، إذ إن صحة المستند إليه أو فساده له من الأهمية ما يؤدي إما إلى قبول المقولة، أو لنقل في أقل تقدير إلى مناقشتها، وإما إلى رفضها من أساسها. ثم قد ينتقل بعد ذلك إلى مساءلة من بنى على ذلك الأساس من استنتاجات ورؤى. باختصار شديد ودون إطالة في المقدمات، سأبادر إلى القول إن مسألة الحكم على ما استند إليه أصحاب النحو القرآني بأنه صحيح أو فاسد في نظري تتصل بعدد من الأمور سيأتي ذكرها. نقف هنا عند أول هذه الأمور، وهو في نظري التصور القار في الذهن لعلم النحو، أي ما النحو؟
وكذا كيف بني علم النحو. تصور طبيعة النحو وكيفية بنائه تصور مهم يؤدي إلى فهم عمل النحاة، ويؤدي أيضا إلى فهم ما استندوا إليه وما جعلوه أساسا تقوم عليه صناعتهم. وانطلاقا من ذلك يتبين مدى فهم أصحاب نظرية النحو القرآني لطبيعة النحو وللأصول التي قام النحو عليها، ومن ثم يعرف مدى وجاهة النظرية، أي نظرية النحو القرآني كما سماها الأنصاري، أو عدم وجاهتها. القول بضرورة مساءلة فهم طبيعة النحو وفهم طبيعة الأصول التي قام عليها أيضا عند هؤلاء يبرره أنهم يتهمون النحاة بالخطأ والقصور. لماذا؟ بسبب عدم بنائهم القواعد على القرآن أولا بدلا من الشعر، كما يتهمونهم أيضا بالموقف السلبي من القرآن وقراءاته، بل وتلحين بعض القراء والحكم على بعض أساليب القرآن بالشذوذ. يبرره أيضا أنهم ينادون بتغيير القواعد وتعديلها لتتفق مع النص القرآني أولا وقبل كل شيء. أيضا مما يسوغ هذه المساءلة ما بدا لكثيرين أنه أمر غريب وغير عادي، بل لغز محير يحتاج إلى حل، هو من أين جاء هذا الموقف الموحد أو شبه الموحد للنحاة من قضية تبدو في ظاهرها ومن خلال ما يردده أصحاب النحو القرآني طبعا أنها تتعارض مع العقل والمنطق. فأصبحت الصورة في الأذهان كأن النحاة ضد العقل والمنطق السليم. هل فعلا كان النحاة أو الغالبية العظمى منهم على الأقل بلا عقل ولا منطق؟ أمر غريب وعجيب حقا. والعجب لا يزول بطبيعة الحال إلا بالبحث عن السبب، فإذا عرف السبب بطل العجب كما يقولون. من بين ما يؤدي إلى الكشف عن السبب ما يردده أغلب أصحاب مقولة النحو القرآني أنفسهم، أصحاب مقولة النحو القرآني أنفسهم، وهو أن النحاة يقعدون القواعد، فإذا وجدوا في القرآن ما يعارض قواعدهم لجأوا إلى تأويل النص القرآني، فإن لم يجدوا وجها للتأويل حكموا على الآية بالشذوذ. هذا القول يتكرر كثيرا جدا، وهو قول يظهر بوضوح تصورا معينا قارا في الأذهان، هو أن القواعد تصنع أولا. الحقيقة هذا ليس من عندي، يعني ليس استنتاجا، عبر عن هذا التصور غير واحد منهم بعبارة صريحة، عبروا بلفظ القواعد المفترضة أو ما يفترضه النحاة، أو التعبير بلفظ الاصطدام، هذا الذي قلته، أي أن قواعد النحاة تصطدم بما يخالفها في النص القرآني. قال بعضهم بعد أن يفرغ النحاة من صناعة قواعدهم ثم يجدون بعد ذلك في القرآن ما يخالفها، هذا التعبير واضح وكثير. حجج أصحاب النحو القرآني وما يذكرونه من وجوب تقديم القرآن على الشعر وما تتضمنه حججهم من استهجان تفضيل الشعر على القرآن والاعتراض على بناء قواعد النحو على الشعر لا على القرآن، يظهر بوضوح فهما معينا لواقع ما استخرجت منه قواعد النحو أي النصوص، وفهما معينا أيضا للسياق الذي ترد فيه القواعد وللغاية منها، ومن ثم الغاية من علم النحو برمته. أعتقد أنا وقد قلت هذا مرارا أن تصورات الباحثين وفهمهم المخصوص لطبيعة علم النحو العربي
هو المسؤول عن كثير مما يشيع اليوم على صفحات الدراسات والبحوث ويروج بين الدارسين عن كثير من القضايا المتصلة بالحقل النحوي، بل حتى المتصلة بعلوم العربية كافة. ولهذا أقول إن المسألة المهمة في سياق الحديث هنا اليوم ليست فقط مقولة النحو القرآني قبولا أو رفضا في ذاتها، بل الأهم هو إثارة القضايا المتصلة بالمنهج بين القوسين الذي أقيمت عليه المقولة، هذا أولا. وثانيا تحرير بعض المفاهيم وأيضا بين مزدوجين المتصلة بالمقولة. وأنا الحقيقة أرى أن التباس المفاهيم وتدخلها وحده جدير بالتنبيه عليه ومناقشته حتى لو لم يثر موضوع النحو القرآني أصلا. أرجو في الوقت نفسه أيضا أن يساعد الحديث عن تصورات الباحثين وعن الفهم المخصوص لطبيعة النحو، أرجو أن يساعد على الكشف عن بعض الالتباسات التي تحيط بقضيتنا، قضية النحو القرآني. هذا الحديث الذي أشرع فيه الآن سيكون المدخل الأول من بين عدة مداخل لمقاربة قضية النحو القرآني، وهي مداخل يمكن من خلالها الإيجاز واختصار الحديث إلى أقل مدى ممكن كسبا للوقت، وسأحاول الاختصار قدر الإمكان بإذن الله. إذن لنسأل في مدخلنا الأول هذا، ما طبيعة النحو؟ وما معنى عبارة قواعد النحو أو التقعيد النحوي بين قوسين؟ وهذه تستعمل كثيرا. ما القواعد؟ وما موقع المتكلم منها؟ السؤال الذي يليه وهو مبني عليه، ما النصوص التي استنبط منها ما نسميه بين قوسين قواعد النحو؟ هل حقا ما يشيع بين الباحثين من أن النحاة اعتمدوا النصوص الشعرية في صياغة قواعد النحو العربي؟ ما الفرق إذن بين مصادر النحو وشواهد النحو وشواهد النحاة؟ هذا سؤال مهم جدا، أعني سؤال الفرق بين أمرين مختلفين جعل عند كثير من الباحثين شيئا واحدا، هما مصادر النحو وشواهد النحاة. مصادر النحو أعني بها النصوص التي استنبط منها النحو، هي المادة التي نظر فيها واستنبطت منها القواعد، نسميها مصادر النحو. شواهد النحاة هي النصوص التي يريدونها للاستدلال على وجه ما في مسألة نحوية ما. هذا الفرق بين المصادر والشواهد. هناك أيضا فرق بين الشاهد والمثال، سأتي على ذكره بعد قليل. لنسارع بالإجابة على هذا الآن قبل أن أسترسل في إيراد أسئلة مهمة أخرى لابد من إيرادها لاحقا، سأبدأ بتقرير أمر مقرر وبدهي لا حاجة إلى الإلحاح عليه، هو أن النحو تال لما نطق به العرب، هو في جوهره بيان لنظام اللغة القائم في ذهن المتكلم. كل قاعدة نحوية إنما هي في الحقيقة وصف لجزء معين من النظام الذهني عند المتكلم بالعربية سليقة. هذا تقرير مهم رغم أنه بدائي. وما دون نذكر السليقة فلا حاجة إلى القول أيضا وهو من البداهة، لا حاجة إلى القول إن الناطق الأصلي بالعربية لا يلزمه تعلم النحو لكي يقول ما يريد قوله، هذه مسلمة. ظهر النحو في عصر المتكلمين بالعربية سليقة في القرن الثاني، الحقيقة ظهر مكتملا في القرن الثاني، بمعنى وهذا يعني أهمية تقرير هذه المسألة تعني أنه لم يظهر في عصور متأخرة تالية للفصاحة، بحيث لم يعد الوصول إلى اللغة الفصيحة ممكنا إلا من خلال نصوص مكتوبة أو محفوظة كالشعر مثلا أو كالقرآن أو الحديث وغير ذلك. فمصادر النحو إذن
ليست نصوصا ظاهرة معينة. ما يرد في كتب النحاة، في كتب النحاة من أبيات شعرية، ولنقل في كتاب سيبويه مثلا، إنما هي شواهد يستعملها سيبويه، وهذا الكلام ينطبق على غيره أيضا، لتفسير ما يحتاج إلى تفسير، أي لإيضاح معنى يرد في تركيب جاء في لغة من لغات العرب على سبيل المثال، أو لتأويل ما يحتاج إلى تأويل، هناك فرق بين التفسير والتأويل طبعا، أو لترجيح وجه على وجه آخر في مسألة نحوية ما. كما أنها ترد، وهذا هو الغالب الأعم فيها، لأحد أمرين: إما شواهد على الشذوذ، وإما شواهد على ما يبدو ظاهريا أنه شاذ خارج عن القياس أمثاله ويعاد إلى القياس بتأويله. المضطرد الذي لا ينخرم كرفع الفاعل ونصب المفعول، أو لنقل ما يماثل ضرب زيد عمرا، لا يستشهد عليه، فهذا لا يحتاج إلى الاستشهاد له بنص شعري أو غير شعري، ربما يمثل له. نعم هذا ممكن، وسنتحدث عن التمثيل. الأبيات الشعرية التي يريدها سيبويه على سبيل المثال، وهذا واضح لمن قرأ كتاب سيبويه جيدا، يورد البيت على وجه إعرابي ما كوجه النصب مثلا، ويبين لماذا نصب الشاعر. يقول مثلا: سألت الخليل عن قول الشاعر كذا، قال: لأنه أراد كذا، أو كأنه قال قبل كذا. لا يريد سيبويه أبيات الشعر لكي يقرر بها مثلا أن حكم الفاعل الرفع، أو أن حكم المفعول أو الحال أو المستثنى النصب إلى آخره، بل يريدها ليبين أحيانا الشذوذ عن الحكم النحوي، أو لتوجيه المعنى المعين الذي اقتضى حالة إعرابية ما، أو لبيان، وهذه أيضا وجه آخر من وجوه إرادها عنده، لبيان وجوه الدلالة التي يقتضيها إعراب معين، وهكذا. اللغة لم تثبت عند سيبويه وأوائل النحاة عموما من خلال هذه النصوص التي تظهر في كتبهم، ويستدلون بها على أحكام خاصة معينة. ليست هذه الأبيات أو هذه الأشعار هي التي استنبطت منها القواعد النحوية أو قام عليها علم النحو، إنها شواهد النحاة التي يستشهدون بها ويستدلون بها على الأنماط التي ذكرت وعلى غيرها مما هو من قبيلها. شواهد النحو ليست هي مصادره، وفرق بين المصادر والشواهد. وبالمناسبة يخلط الباحثون كثيرا جدا بين هذين البعدين، ولذلك أنا أؤكدها كثيرا، وسنرى هذا بعد قليل. وفرق أيضا بين الشاهد والمثال، وهذا أيضا سأذكره. عندي أن النصوص التي استنبط منها علم النحو مخفاه، أو بالأحرى لا وجود لها، لأن النحو قام على لغة الناس المتكلمة في ذلك الحين. النحو لم يقم في فترة متأخرة كما قلت، النحو قام نموذجه التحليلي، أو لنقل بين قوسين الإرشادي، الذي طوره النحاة كله على نحو: ضرب زيد عمرا، ووقف خالد أمام المسجد، واشتريت 20 كتابا، وأقبل علي مسرعا، وبشر حسن الوجه، وما أكرم صالحا، إلى آخره. لا يجوز أن يقال إن النحاة لم يعتمدوا لغة الحديث النبوي في بناء القواعد النحوية، وهو قول شائع كثيرا. نعم يمكن أن يقال إنهم لم يتكئوا على الحديث النبوي في ترجيح وجه على وجه، أو في الاستدلال على حكم معين في مسألة ما، نعم هذا يمكن أن يقال، لكنها قصة أخرى على أي حال. كذلك لا يجوز أن يقال إنهم استندوا في الصناعة النحوية وصياغة القواعد بصورة أساسية على لغة الشعر، أو إلى لغة الشعر، وهو قول شاع كثيرا أيضا.
لا يصح أن يقال هذا استنادا إلى ما يرد من الشواهد في كتب النحاة، وهذا ما حصل. أيضا لا يجوز في نظري أن يسقط على النحو ما ورد من مرويات عن الذهاب إلى البوادي والتدوين عن الأعراب ووجود رواه ينقل عنهم، أو مقولة الأخذ عن أكلة اليرابيع إلى آخره، لأن هذا كله يخص اللغة والمفردات، ما هو فصيح منها مسموع وما هو أقل فصاحة، وهو ما سأعود إليه لاحقا. هذا كله وهم، وهذه مجموعة من الأوهام، الأوهام التي خلطت بين المصادر والشواهد، هو خلط متصل بوجوه أخرى متعددة من التخليط ومن الأوهام الشائعة في مبحث الأصول، أقصد أصول النحو، وهي متعددة، ذكرت شيئا منها في محاضرة سابقة هنا في المجمع ولا أطيل في تتبعها، لكنني هنا سأنبه على وهم الاصطدام. ولفظ الاصطدام تحديدا يرد عند جل من كتبوا في النحو القرآني، إن لم يكن عند الجميع، يقولون ما معناه؟ إن النحاة كانوا يقعدون القواعد ثم يصطدمون بما يخالف تلك القواعد في آية القرآن الكريم فيلجؤون، وأيضا لفظ اللجوء يستعمل بكثرة أيضا في هذا السياق، يلجؤون أو يلجئهم هذا إلى أحد أمرين: إما تأول ما في القرآن الكريم ليسير مع قواعدهم المصنوعة سلفا، وإما الحكم على ما في القرآن بالشذوذ، وكلا العملين عند هؤلاء شنيع. تقرير هذا الأمر بهذه الصورة يظهر بوضوح ما أشرت إليه من الفهم المخصوص لطبيعة النحو ولكيفية انبناء ما يسمى بالقواعد النحوية. القواعد هي في حقيقة الأمر وصف للنظام الذهني، كما قلت كل قاعدة منها تصف جزءا من هذا النظام القائم في الأذهان، في أذهان المتكلمين. كل فرد من الجماعة المتكلمة باللغة، نسميها طبعا تسمية اصطلاحية الجماعة اللغوية، هي القائم في ذهنها، وليست مصنوعة صناعة على يد أي أحد. أما الاختلاف والتباين بين ما تقضي به القواعد، أي ما يقتضيه النظام الذهني، وما يوجد في النصوص، فأمر طبيعي وبديهي جدا وليس فيها أي اصطدام. النصوص الشعرية والنصوص العالية البليغة لا بد أن تخالف اللغة العادية التي بنيت القواعد عليها، ووصف ما يرد في النصوص خارجا عن القياس الذي تقضي به القاعدة، وصفه بالشاذ يحتاج إلى تحرير لمصطلح الشاذ. الشذوذ ليس قدحا، الشاذ ليس أمرا مرذولا ولا أمرا سيئا كما توحي به اللفظة، بل على العكس من ذلك، النص العالي بلاغة لابد أن يكون فيه عدول عن القياس أو عن ما نسميه بأصل الوضع، بل قد تعلو النصوص في مقياس البلاغة بقدر ما فيها من انزياح بين قوسين. الانزياح هذا مصطلح نقدي، قد يعبر أحيانا بدلا من الانزياح بالعدول، أو ربما يعبر بعضهم بالانحراف أو بالانتهاك، وكثيرة كثيرة المصطلحات المرادفة للانزياح. الانزياح ومرادفاته هذه من المصطلحات النقدية التي يشار بها إلى ما يكون في النص من العدول عما يشبهه في معناه من الكلام المعتاد في الخطاب الاتصالي اليومي. ومع ذلك لابد من التنبيه على أن هذا ليس هو السبب الوحيد لمفارقة ما يأتي في النص الشعري أو في القرآن الكريم أو في أي نص بليغ عالي البلاغة عن الكلام العادي المباشر. نعم، هناك ضرورات الوزن والقافية في الشعر أو ما يعرف بالضرورة الشعرية، لكن الأسباب الجمالية والبلاغية التي بها
يتميز نص عن نص، هو أمر مقرر لا جدال فيه. أما تعامل النحاة مع ما يكون فيه عدول عن الأصل فيكون إما بالحكم عليه بالشذوذ، وهذا طبيعي وبديهي وبسيط ولا يحتمل أي هجاء ولا أي شتم هنا، وإما بالتقدير. ماذا يعني التقدير؟ أو ماذا يعني تقدير النحاة؟ يعني عمليا إعادة ما هو منطوق إلى ما هو متصور في الذهن، منوي معلوم عند المنشئ والسامع. هذا هو التقدير، وهذا هو المستوى الأول للعملية التي نسميها التقدير. لا يقف الأمر عند هذا الحد. يعني التقدير يسير عمليا على مستويين، وليس على مستوى واحدا، وليس مستوى واحدا أو وليس على مستوى واحد، لأن المستوى الثاني هو جعل هذا التقدير يتواءم مع مقتضى النموذج النحوي الإعرابي. هذا مهم، ولذلك التقدير منضبط بهذا الانضباط أو بهذا الضبط أو بهذا الربط. سأقول مثالا، يعني سأتي بمثال توضيحي، هو توضيح على كل حال. إذا كان النحاة يقولون مثلا إن الجملة الطلبية لا ينعت بها، لا تأتي نعتا، ثم يصطدمون، هم لا يصطدمون الحقيقة، يجدون الشاعر قال: جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ قبلها يقول: حين جن الظلام واختلط، جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ ليس هناك أي اصطدام. النحاة قدروا فيه: جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط؟ ماذا يعني هذا؟ أولاً، ما قدروه ليس هو الأجمل ولا الأبلغ، ولم يقل أحد بهذا، يعني أقصد المقدر الذي يتفق مع القائل. وثانياً، وضح التقدير ما هو منوي ومفهوم لدى الشاعر والمتلقي، وهذا ثانيا. أما ثالثا، فإن هذا التقدير يعيد العبارة إلى ما يقتضيه النموذج النحوي القائم وما أدى إليه الاستعمال الكثير. لاحظوا ما الذي جعله لا ما الذي جعلهم لا يجيزون قياسا مجيء الجملة الطلبية؟ لأنه لم يكثر، ومعيار الكثرة سيأتي بعد قليل. أما ما صار به الكلام شعرا وأدبا رفيعا، فهي هذه الصورة التي عدل بها عما يقتضيها الكلام العادي ويقتضيه القياس في الباب، فصور بخل القوم بهذا السؤال الطريف، بدلا من أن يقول: جاءوا بمرق قليل ووضعوا فيه ماء كثير فأصبح لونه رماديا أو يشبه لون الذئب. لا، قال: جاءوا بمذق. كيف صفة هذا المذق؟ عمرك شفت الذئب؟ هل رأيت الذئب قط؟ صورة بديعة، صورة معدولة عما يمكن أن يقال في الخطاب العادي. وحينما أعيدت لم يزعم أنها هي الأفضل ما أعيدت إليه، ولم يزعم أن هذا الشعر يرمى مثلا أو شيء. القرآن الكريم جاء فيه ألفاظ وتراكيب كثيرة خارجة عما يقتضيه أصل الوضع. بعض منه جاء فقط لأنه من لغة العرب، ولغة العرب مشتملة على نحوه، أي القرآن نزل بلغة العرب، وفي القرآن ما في لغة العرب من ألفاظ ندت عن قياس مثيلاتها. مثلا المثال المشهور استحوذ، الذي يقول النحاة إنه صحح وحقه في القياس الإعلام. لماذا؟ لأن العرب نطقوا به هكذا. هناك نوع آخر مما جاء في القرآن محكوم عليه بالشذوذ، ونوع من مجموعة أنواع وليس نوعا واحدا،
ونوع آخر قيل فيه مثلا إنه لسبب صوتي اقتضته الفاصلة، يوم يدعو الداع ذلك ما كنا نبغ إلى آخره. نوع آخر بل أنواع أخرى قيل في تخريجها إن فيها حملا على المعنى فخرجت عما يقتضيه مثيلها الذي لا يحمل على هذا الحمل، وخرجت عن قياسه أو مثيله. بل لا أحتاج إلى الإتيان بأمثلة أخرى كثيرة، فقد كفانا أصحاب النحو القرآني أنفسهم بأن دلونا على المواضع الكثيرة التي جاءت في القرآن الكريم مفارقة للقواعد النحوية، وهذا هو الجزء الإحصائي المهم في عملهم، مع أن هذه القوائم التي أعدوها جيء بها للمطالبة بتغييرها كما تعلمون. هناك قائمة عدها الأنصاري رحمه الله، قال إنه يجب أن تعدل هذه القائمة لتتفق مع ما في القرآن الكريم. الحقيقة أن الدعوة إلى تغيير ما استقر في النظام الذهني مما يسمى القواعد يتفق مع ما في النصوص القرآنية أو غير القرآنية حتى، هي في نظري دعوة إلى الفوضى والخروج من النظام. يعني خليني أقولها لكم بشكل عملي. لو ادعى أحد مثلا ضرورة الحكم بجواز أن نعت الجملة الطلبية استنادا إلى ورود جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط في نص فصيح موثوق بفصاحته، لكانت دعواه هذه في غير مكانها، بل بالعكس ستكون هذا يعني دعوة إلى الهدم، إلى هدم هذا البناء. الحقيقة أنا رجعت لكثير من الدراسات ووجدت أحد الباحثين وهو الصديق دكتور توفيق الفهمي، وبالمناسبة عدد الباحثين الناقدين لمنهج أصحاب النحو القرآني قليل، سأذكر بعض الأسماء بعد قليل، قليل جدا مقارنة بالمتحمسين لهذه النظرية. يرى هذا الباحث أن صنيع أصحاب النحو القرآني فيه فرض منهج علم على علم آخر، فرض منهج الفقه على النحو. لماذا؟ لأن علم الفقه يقوم بحسب تعبير الفهمي على المعايرة النصية بين قوسين، هذه عبارته، في حين يقوم علم النحو على التوصيف الكمي، وهذه عبارته أيضا. أما المعايرة النصية في علم الفقه فإنه قصد بها أن النص هو المعيار، والنص وحده كاف في إثبات الحكم الفقهي أو نفيه. وأما المقصود بالتوصيف الكمي في النحو فإنه لو ورد في كلام العرب النعت بالجملة الطلبية هذه التي ذكرناها، ونبقى في إطار ما مثلنا به، لو وردت كثيرة كما يعني من الناحية الكمية كثيرة ما احتجنا إلى التأويل، ولا أصبح هذا البيت صالحا لأن يكون مثالا بين قوسين من أمثلة باب النعت، وليس بالضرورة شاهدا من شواهد الباب. وأضع أيضا الشاهد بين قوسين، المثال والشاهد. لماذا أضع المثال والشاهد بين قوسين؟ لأن بين المثال والشاهد فرقا واضحا لابد من التنبيه عليه في هذا السياق. المثال هو ما يشبه ضرب زيد عمرا، أي ما تقرره القاعدة ويمكن أن يمثل عليه بكثير قبل أن ينتهي عند حد، ولا فرق بين أن يمثل عليه بكلام النثري أو الشعري أو من القرآن أو من الحديث أو من الأمثال، وهو النوع المضطرد في القياس والاستعمال بحسب عبارة ابن جني. أما الشاهد فقد يكون بمثابة المثال أحيانا وهو قليل، والأكثر أنه يرد متضمنا خروجا عن القاعدة، إما ببيان وجه الخروج عن القاعدة والشذوذ، وإما بتأويله ورده إليها بصورة ما. المهم أن الشاهد مرتبط بالتفسير والتأويل، والمثال لا يحتاج إلى تفسير، لكنه في كل الأحوال ليس دليلا، والدليل أيضا أضعه بين قوسين.
ماذا أقصد بدليل؟ أقصد ما يراد بمصطلح الأدلة الإجمالية في علم أصول الفقه التي قالوا إنها يثبت بها الحكم. هذا هو المفهوم في علم أصول الفقه، يعني يثبت الحكم بالدليل، والدليل هو النص. هناك النص هو المصدر، هنا ليس المصدر مصدر للتقعيد أصلا. وأنا من وجهة نظري، وقد قلت هذا الكلام سابقا، لا أرى أن مصطلح الأدلة الإجمالية الأصولي صالح لنقله بهذه الدلالة من حقل أصول الفقه إلى الحقل النحوي. نبه الحقيقة الفهمي بهذا النص الذي رجعت إليه إلى المنهج بتسميته المعايرة النصية، يعني إشارة إلى المنهج، وهو منهج الفقه، في مقابل المنهج الآخر الموازي أو المقابل، وهو الوصف الكمي، هذا للفقه وهذا للنحو. وهذا واضح في أنه يتبنى القول بالنسبة المنهج المعياري إلى الفقه والمنهج الوصفي للنحو، وهذا هو الشطر الأول من كلا العبارتين، الوصفية في مقابل المعيارية، والكم العددي في مقابل النص في الشطر الثاني. الحقيقة أنا أتفق مع الباحث في هذا الجانب، وأؤكد أن الفقه معياري بطبيعته وبمنحاه، ولا بد أن يكون كذلك. أما النحو فقد كان وصفيا بامتياز، ولا سيما في أول أمره قبل أن يتحول إلى المعيارية في عصوره المتأخرة، وهذا حديث يطول تفصيله وله مقام آخر إن شاء الله. أرجو أن يتاح لي مستقبلا تفصيل الوصفية والمعيارية من هذه الزاوية. إذن من يتبنى الدعوة إلى تغيير القواعد لتكون موافقة لما في القرآن الكريم، أو لتوافق أي نص بليغ آخر لا فرق، كأني به يريد أن يفرض على علم النحو منهجا غير منهجه. هذا ما أراه، سواء كان واعيا بذلك أم غير واعي. أقول هذا لأن جل الذين يتبنون هذه الفكرة أو لنقل النظرية بحسب الأنصاري، هم في الغالب يريدون الخير ويسعون إلى الدفاع عن كتاب الله كما قال الأنصاري نفسه، ويعتقدون أن عملهم هذا متسق معرفيا وليس فيه خلل منهجي أو مفاهيمي. قلت قبل قليل إن الدعوة إلى تغيير القواعد تتضمن الدعوة إلى الفوضى، لكن هناك تفصيلا آخر يتصل بما أشير إليه هنا في هذا الجزء من حديثي، وهو الخلل المنهجي والمفاهيمي. أرى أن نحو قول البصري الأنصاري، عفوا الأنصاري رحمه الله، إنه تتبع كما يقول القواعد النحوية ليعرضها على القرآن، فما وافق القرآن أبقى وما خالفه بجميع قراءاته عدله، هذا ما قال، هو قول يظهر عمق الإشكال الذي آن الأوان لبيانه. أولا، ما قال إنه قواعد النحو هو في الحقيقة ليس قواعد النحو، بل هو قواعد النحاة. ما الفرق؟ سأحاول أن أشرح بأسرع ما يمكن الفرق بين قواعد النحو وقواعد النحاة. قواعد النحو الآتية من النحو هي ما يفرضه النموذج النحوي القائم بهيئته التي قام عليها، وهو بالمناسبة نموذج يقوم على الإعراب، أي تفسير العلامة بنسبة اللفظ إلى موقعه الذي استحق به العلامة. ويكون فرض هذه القواعد هنا من غير تدخل من أحد في صياغتها. أمثلتها رفع الفاعل، نصب المفاعيل، جر المضاف إليه وجر المجرور بالحرف، هذه قواعد النحو. حينما قام النموذج افترض وجاء معه واكتمل بها واستخرجت منه على أنها من قواعده. أما قواعد النحاة فهي
ما استنبطوه مربوطا إلى هذا، ولكنه معروض على قانون الكثرة في الاستعمال. كيف؟ قواعد النحاة هي ما استنبطوه من أحوال الإعراب القائمة وعرضوه على الكثرة اللي عبرنا عنها بالكم، بمعنى حينما يستنبط النحاة على سبيل المثال أحوال تقديم الخبر جوازا أو وجوبا ويصوغونها في هيئة قواعد، هي سميها قواعد سميها ما شئت، هي صياغة استنتاجية تصف الأحوال التي حكم بأن الخبر يجوز تقدمه أو يجب حتى، قياسا بما كثر في الاستعمال. ولذلك ينصون على الأحوال الجائزة والواجبة من هذا الباب أو من هذه الزاوية. هذه نستطيع أن نسميها قواعد النحاة، لكنها ليست قواعد فيها يعني معلقة في الهواء، ليست حرة، بل هي مبنية أصلا كما قلت على القاعدة النحوية، على قاعدة النحو التي لا دخل لأحد في صياغتها، ومربوطة إليها بمعنى أن الذي صنعها هو النموذج، ثم عرضت في التطبيق على ميزان الكثرة وأقر ما كثر استعماله منها على نحو ما وأصبح قياسا فيها. وهنا لابد أن نقيد الكثرة يا أخوان بالكثرة النوعية لا الكثرة العددية. هذه هي قواعد النحاة، ولهذا لا يمكن تغييرها، ليس لأن لها القداسة كما ظن بعض أصحاب النحو القرآني، بل لأنها قواعد مستنبطة من النموذج وشارحة لما هو موجود فيه بالضرورة دون تدخل من أحد، ودون أن يدعي أحد أنه صاغها منفردا أو أن بالإمكان تغيير هكذا قواعد بكل بساطة. عدم إمكان تغييرها سببه الرئيسي أنها مقيدة من الطرفين، من جهتين، مقيدة مربوطة من جهة إلى القاعدة النحوية العامة التي يفرضها نموذج الإعراب كما قلت، ومربوطة من جهة ثانية بالكثرة في الاستعمال. وهنا قد يخرج النص عن الكثير في الاستعمال أو لا يخرج. هنا يقع النص، هذه الجزئية المتعلقة بالفصل بين قواعد النحو أي قوانين التي فرضها نموذجه الإعرابي وقواعد النحاة المستنبطة منه والمعروضة على ميزان الكثرة كما قلت. هذه الجزئية إذا فهمت فإن ذلك قد يكون مفتاحاً إلى إزالة الالتباس عن أمور أخرى كثيرة، منها مما يهمنا في سياق هذه القضية الالتباس ما بين ما للنحو وما للغة من مفاهيم. سأكتفي بالإشارة في إيجاز شديد إلى التباس ربما كان سببه الرئيس كلمة القواعد المشار إليها، والتي أشار بعضهم إلى وجوب تغييرها كما قلت، والاشتقاق منها لفظ التقعيد. في رأيي أن كلمة تقعيد كلمة موهمة، ومن أخذها بحرفيتها ربما سبق إلى ذهنه أن علم النحو علم معياري صرف صنعت فيه القواعد لتتعلم وتتبع، وأشعرت كأنها هي ما يتحكم فيما ينبغي للمتكلم أن ينطق به. صناع القواعد بناء على هذا التصور ربما كان لهم سلطة مطلقة. هذا الفهم الحرفي للقواعد وللتقعيد فهم شائع لم يسلم من أثاره أصحاب النحو القرآني. تجلى هذا الفهم الحرفي للتقعيد عند هؤلاء فيما سبقت الإشارة إليه من التباس مصادر النحو بشواهده، وفي استسهال عملية تغيير القواعد بدعوى لأنه لا قدسية لأقوال النحاة، وبعبارة تكررت كثيرا عندهم يقولون لسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة. أيضا تجلى هذا الفهم عند هؤلاء وعند غيرهم بالخلط بين ما هو للنحو خاصة وما هو للغة، فالاختلاف بين اللغات في الجانب النحوي عامة ومحدودة، وهي في الوقت نفسه واضحة معلومة لا تحتاج إلى الأخذ عن أفراد من الناس. بينها سيبويه، تحدث سيبويه مثلا عن الرفع في ليس الطيب إلا المسك، وعن ما الحجازية والتميمية،
ليس هناك من مظاهر كثيرة متباينة تحتاج إلى الأخذ عن القبائل لضبط ما هو فصيح مثلا وما هو أقل فصاحة كما في المفردات. من هنا نجد أن بعض ما يقال في أصول النحو ويشيع في الدراسات هو في الحقيقة في ضمن أصول اللغة لا أصول النحو، وقد حصل تداخل في التصور بين الأمرين وتجلى في أمور كثيرة، منها ما يردده الكثيرون في دليل السماع، أو لنقل بصفته دليلا ثبتت به قواعد النحو. ويذكر بعضهم على سبيل المثال للحصر أن ما ورد في كتاب سيبويه من أشعار قبائل أخرى غير القبائل الست وهي شواهد سيبويه الشعرية دليل على بطلان نص الفارابي عن هذه القبائل الست. طبعا استدلال في غير مكانه، نص الفارابي في نظري هو نص الحقيقة لا ينبغي أن يعول عليه، أنا مع الذين لا يعولون عليه، لكن المسألة ليست في التعويل عليه أو في عدمه، بل في أنه نص يخص اللغة لا النحو. بقيت نقطة لن أطيل فيها، والحقيقة أني أطلت، ما كنت أقدر أني سأخذ هذا الوقت وأعتذر، الآن لن أطيل في هذه النقطة الأخيرة التي أكتفي بها وأختم بها. وسبب الاختصار الحقيقة غير اختصار الوقت أنني سأكتفي بالإحالة على ما كتب فيها وسأشير إليه، هي مسألة موقف النحاة من القراء ومن القراءات. هل حقا ما تصوره الدراسات من المواجهة بين النحاة والقراء وأنها كما وصفها بعضهم حامية الوطيس أو كما سبق أن ذكرت عدة مرات؟ الحقيقة كتب في هذا الجانب سليمانان، أستاذنا الدكتور سليمان العايد وكذلك الصديق الأستاذ الدكتور سليمان خاطر، وسأكتفي فقط بتلخيص بعض سطور مما جاء في البحثين في عجالة وفي يعني دقائق معدودة، ربما لا تزيد عن دقيقتين. سأختصرها في نقاط الحقيقة لأني أطلت ولم أكن أقدر أني سأخذ هذا الوقت. نقاط سريعة: قرر الباحثان أن الحديث عن معارك طاحنة وعداوة بين النحاة والقراء هو افتعال لأمور لا أساس لها ومبالغات صورت الطرفين على أنهما متعاديان وعلى طرفي نقيض. قرر أيضا أنه يغلب على الظن أن من قال بهذه المبالغات كان قوله هذا بدافع الغيرة على القرآن الكريم وهدفه الدفاع عنه، لكنه ربما أخطأ الطريق. يقرران أيضا أن جوهر الاختلاف بين الطرفين هو اختلاف في المنهج لم يفهمه ولم يقدره من المعاصرين من صور المسألة في صورة مواجهات وعداوات، ولقد فهم هؤلاء المعاصرون من عبارات صدرت عن أوائل النحاة أنها هجوم على القراء وتعديا على القراءات وهي ليست كذلك. باختصار النقطة الأخيرة انفرد بها العايد وأنا أحببت أن أنقلها، أن الصحة وعدمها تنقسم عنده إلى 4 أقسام، سأختار قسمين يهماني هنا، يهمانني في سياقي هنا. هو قسم ما يصح قراءة ولكنه يعني ما يصح قراءة وما لا يصح نحوا، وما يصح وما لا يصح قراءة ونحوا، يعني صارت 4 أقسام. اختاروا القسمين، ذكر ما يصح قراءة لكنه لا يصح نحوا، مثل الإدغام في شهر رمضان مثلا في قراءة، إدغام الراءين في قراءة لأبي عمرو، والتقاء الساكنين في مثلا محياي إلى آخره. والقسم الآخر ما يصح بل يستجاد نحوا لكنه يمتنع قراءة، مثل الرفع والنصب في كلمتي الرحمن الرحيم من آية بسم الله الرحمن الرحيم. أكتفي بهذا وأكرر الاعتذار إلى سعادة رئيس الجلسة دكتور مصطفى وإليكم عن الإطالة، وأنتظر من حضراتكم ما تسددون به قولي وما تنبهوني وما تنبهونني إليه مما وقعت فيه من خطل أو زلل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم أستاذنا على هذا التحليل الثاقب وهذه القراءة الواعية المستقرئة والتناول الموضوعي. في الحقيقة أستاذنا الكريم، القضية جد مثيرة ومستثيرة لحوافز النظر والدرس، وقد استثارت كثيرا من الباحثين كما تفضلتم، ومنهم الدكتور مكي والدكتور إبراهيم أنيس والدكتور الجواري وغيرهم، يعني رحمة الله على الجميع. والنحات في الواقع في مسلكهم الاستنباطي لقواعد اللغة والنحو سلكوا المسلك الطبيعي في قضية الاستنباط، فاعتمدوا على القرآن والحديث وكلام العرب والقياس على كلام العرب. شأنهم في ذلك شأن المسلك الفقهي الذي سار فيه الفقهاء على استنباط الأحكام من القرآن والسنة والإجماع والقياس، ولم يكتفوا فقط بمصدر واحد. الشكر أجزله وأكمله لكم أستاذنا الدكتور على هذه الجلسة الماتعة المفيدة، وكما اعتدنا في كل لقاء نستتبع اللقاء بمداخلات ضيوفنا الذين يرغبون في طرح أسئلتهم واستفساراتهم استجلاء واستيضاحا واستنباء أو إدلاء بجديد، على أن تكون المداخلة في دقيقتين أو ثلاث لا تزيد. بارك الله فيكم، ونبدأ بسعادة الدكتور عبد الكريم الزهراني، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمكم، حياكم الله، وشكرا لكم يا دكتور محمد على هذه الرائعة من روائعك التي اعتدنا أن نسمعها دائما منكم. الله يبارك فيك. أنا بس أؤكد على قضية الخلط بين المناهج الحقيقة، وأنا كان لي تجربة مع الإعراب أو إعراب المفسرين. درست مظاهر العموم في إعراب المفسرين، فوجدت فعلا قاعدتين، قاعدة في أصول التفسير وقاعدة نحوية، ولما يتناولها أهل التفسير من حيث القاعدة التفسيرية قد يختلفون مع النحاة في بعض التوجيه وفي بعض التأويل وفي بعض التفسير. والقاعدة التفسيرية تقول يعني حمل الآية على الأعم أولى من تخصيصها، والنحاة ينظرون إلى الإعراب الصناعي قد يكون من هذه الناحية، فيتعارض مع بعض أقوال المفسرين. والحقيقة أن فعلا اليوم ما أسديت به وذكرته في هذه المحاضرة جزاك الله خيرا، في الخلط دائما بين المناهج، تحكيم منهج على منهج قد يؤدي إلى شيء من المفارقة، لأن المسارات تختلف من جهة إلى أخرى. أكرر شكري لكم يا دكتور محمد على هذه الرائعة الحقيقة من روائعك، وجزاك الله خيرا وبارك فيك، فقد أفدتنا واستمعنا إلى ما هو مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لك يا دكتور عبد الكريم. المداخلة الثانية لسعادة الدكتور حمزة محمد القرعاني. دكتور حمزة تسمعونا؟ السلام عليكم. طيب نأخذ المداخلة التالية لسعادة الدكتور سعيد القرني عضو المجمع، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا دكتور، هناك مشكلة في الصوت. صوت عند الدكتور سعيد في مشكلة. دكتور سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا دكتور، ما زالت المشكلة قائمة يا دكتور. طيب عفوا يا دكتور، معذرة يعني، حتى الآن المشكلة قائمة يا دكتور، نستبيحك عذرا حتى يعني تحل المشكلة. لديهم أمطار اليوم. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور صباح سليمان. إيه. بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. صوت ما زالت مشكلة الصوت عند الدكتور. المشكلة ما زالت يا دكتور سعيد. يعني نستميحك عذرا، سنأخذ المتداخل الثاني حتى. صوت واضح؟ يعني الآن واضح. إذا كان نعم. الآن. نعم واضح. تفضل يا دكتور. نعم نسمعك جيدا. دكتور سعيد. طيب يا دكتور نعتذر إليكم يعني حتى تحل. تفضل دكتور صباح. نعم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم والأستاذ الفاضل الدكتور محمد والحاضرين الكرام. فيما يخص النحو، يعني النحاة قاسوا على الأشع ثم وضعوا قواعدهم، يعني هل مثل يجوز أن نقول مثل سياق النحو القرآني بدأ من النظرية؟ لأن النظرية بين قوسين أيضا ستكون مثل النظرية في الشعر أو في الحديث النبوي الشريف أو مثل في أنحاء أخرى، فلا صح نقول كمثال نقول مثل سياق النحو القرآني، لأن النحو القرآني كله شواهد، فهو خالي من الأمثلة، يعني خالي من الأمثلة. المثال هو إيضاح القاعدة، أما الشاهد هو تثبيت القاعدة. نعم. طيب. نقول سياق النحو القرآن ولا نقول النظرية؟ لأن النظرية يعتمد عليها أسس كثيرة من هذا الباب. وبارك الله فيكم. وفيكم بارك الله يا دكتور صباح. المداخلة الثالثة ل خادم القرآن الكريم، يتفضل مشكورا. سلام دكتور سليمان قبله. السلام عليكم ورحمة الله. لن أطيل، فقط سؤال ثم نأخذ دكتور سليمان مشكورا. رعاكم الله، جزاكم الله خيرا جميعا. هو السؤال فيما يتعلق، عفوا الصوت واضح؟ نعم واضح. تفضل. أقول هل الشاذ أحيانا رعاكم الله تقصدون أنه ربما يكون أفصح يعني مما يجري على القياس ويضطرد مع القاعدة أحيانا أو نادرا؟ هل يمكن أن تصل رتبة الشاذ في اللغة إلى هذه المرتبة؟ ورعاكم الله. شكرا دكتور شعبان. بوركت. المداخلة الرابعة سعادة الدكتور عبد العزيز الشعلان. دكتور سليمان أظنه سليمان خاطر قبل. نعم. الدكتور سليمان يظهر أمامي بعد الأستاذ عبد العزيز الشعلان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم جميعا، نشكر الدكتور محمد على هذه الإطلالة النافعة والمفيدة حول هذا الموضوع الهام المتعلق بكتاب الله عز وجل. ويعني أنا كان بودي أن يتسع الوقت لنستفيد من علم الدكتور محمد بأمثلة عن هذه المواضيع التي تطرق إليها وما فيها ما يظهر فيها التعارض مثلا بين القواعد النحوية وبين ما جاء في القرآن الكريم أو بين ما وضعه النحاة ويعني أقروه وظهر فيه يعني شيء من الاختلاف مع كتاب الله عز وجل. ولا شك أن القرآن الكريم هو المقدم في هذه الأمور، وهو كما يعني وصفه الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج، فينبني على هذه أن كل ما في القرآن، وهذا يعني شيء نحن المسلمين نؤمن به، أنه هو الأصل، وأن ما يعني جاء في خلافه أو متعارضا معه فيجب النظر في القاعدة التي خالفته، إما بمثلا نقول أنها مقدرة أو أن لها وجها آخر أو إلى غير ذلك من التخريجات. فبودي يعني لو بما أن الوقت لم يسعفنا على الأمثلة، لو يحيلنا الدكتور مثلا على مراجع أو يعني أشياء نستفيد منها في الأمثلة من هذه القواعد وما في يعني مجمل ما تكلم عنه الدكتور من أمثلة ليتضح بها أكثر ما يعني أفادنا به، وجزاكم الله خير. إياكم دكتور عبد العزيز.
مداخلتنا الخامسة، وبعدها نبدأ الرد إن شاء الله. سعادة الدكتور سليمان خاطر، عضو المجمع الكريم، فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور. تسمعوني دكتور؟ نعم دكتور تفضل. مرحبا. طيب أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للمجمع، شكرا لك أخي الكريم دكتور شعبان، والشكر كله لأستاذنا الجليل دكتور محمد سيد رضي الغامدي الذي يأبى أبدا أن يطرح موضوعا يعني لا يثير جدلا، يطرح دائما مواضيع التي ما زالت في حاجة إلى جدل وإلى أخذ ورد طويل، والطويل هذه هي المشكلة حقيقة. الموضوع الذي طرحه الدكتور اليوم مع أنه استابق الزمن وحاول أن يختصر كثيرا ليقدم لنا خلاصة موجزة، ومع ذلك ما زالت نقاط كثيرة في رأس الدكتور وفي تصوره نحتاج إلى أن نفصل فيها القول أكثر، وما أظن أنه يعني أنهى كل الذي يريد كان يريد أن يقوله لنا، ولا حتى بالوجه الذي يريد أن يقدمه لنا، ولهذا ربما نحتاج منه إلى يعني محاضرة أخرى في مقبل الأيام إن شاء الله بتوفيق الله عز وجل. أنا حقيقة في أيضا يعني كل نقطة هنا، كل نقطة طرحها الدكتور اليوم في حاجة إلى تعليق، ولاني يعني من نحو كم 20 سنة أكتب في هذه النظرية وفي هذه ما يسمي الناس نظرية طبعا في قضية النحو القرآني، وأن النحو واحد هو نحو العربية. قصة النحو القرآني هذا إذا قصد به أنه نحو له خصائصه مختلف عن قواعد النحو في شعر والنثر وكلام العرب فهذا وهم كبير لا يمكن أن يصح. والدليل القاطع على ذلك أن العرب إن كان لهم كلام مختلف عن القرآن لما تحداهم القرآن الكريم، إن كان القرآن الكريم نمطا مختلفا جديدا في قواعده في نظمه في بناء الجمل عن ما كان عليه عند العرب ما كان ممكن التحدي، ولا بطلت قضية العجاز رأسا بسبب هذا. ولهذا لا يوجد شيء اسمه نحو قرآني أصلا، ولا توجد نظرية أصلا. المستغرب أن بعض الناس ممن ينتمي إلى الحقل الأكاديمي أو العلمي يعني أساتذة منهم من يعني غضى نحبه رحمه الله ومنهم من ينتظر، هؤلاء يعني أحيانا يتكلمون كلام مضحك، يعني واحد يقول نظرية كذا، نظرية الأكل أو نظرية يا أخي ما في نظرية هنا. كلمة نظرية مصطلح معرفي علمي له، هذا المصطلح له يعني له مفهومه، فلا ينبغي أن نطلق كلمة نظرية على كل شيء يعني بدون يعني واحد كده بس يتخيل أن هذه نظرية أو يقول هذه نظرية بدون أن يكون له أي صلة بالنظرية. النحات من أول يوم اعتادوا أن ينقد بعضهم بعضا، فالنحو كله علم قائم على النقد، يعني الذي يؤلف المد يأتي الشارح فينقده، ثم يأتي صاحب الحاشية فينقد الشارح، ثم يأتي واحد صاحب التقرير فينقد، فالنحو علم لا نحا لا يجامل بعضهم بعضا. الذي يسميه بعض الناس يعني نحو القرآني أو الرد على النحات لا يشمل يعني ولا 3% من النحات، الكلام عام كأنه يشمل الجميع، لكنه يقصدون بعض النحات الذين انتقدوا بعض وجوه القراءات في فترة زمنية معينة فرد عليهم النحات أنفسهم وليس غيرهم من خارج الحقل، وانتهت القضية كأنها قضية تاريخية. أنا أعتذر لأن الموضوع يعني طويل والكلام فيه شائق وجميل جدا، وحتى دكتور ملخص اللي تقدمه دكتور مصطفى نحتاج فيه إلى مزيد من التفصيل، ولهذا أعتذر. إن شاء الله تتاح لنا فرصة أخرى نتكلم عن هذه القضية بشيء من التفصيل والتوضيح. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ دكتور. يعني نقسم التعليقات إلى قسمين ها؟ نعم دكتور نعم تفضل. لا بس طيب. أولا الشكر الجزيل لكل من حياني بهذه التحية بهذه المداخلة بهذه الإضافة، ولا شك أنني أفدت كثيرا مما سمعت، سواء كانت إضافات كالإضافة التي تفضل بها سعادة الدكتور عبد الكريم صديق العزيز الذي أضاء لنا زاوية أخرى غير زاوية المنهج الفقهي وذهب بنا إلى فتح زاوية للمنهج المفسرين أو منهج المفسرين. هذه إضافة جميلة يا دكتور، وفعلا هو الإشكال الذي طرح في هذه الورقة هو الخلط بين المناهج وإدخال منهج على منهج وإدخال مفهوم في مفهوم. شكرا لك يا دكتور على هذه الإضافة الجميلة. الدكتورين دكتور حمزة ودكتور سعيد
خسرناهما، ولكن إن شاء الله نكسب عودتهما فيما بعد. الدكتور صباح أيضا فتح لنا زوايا جديدة على موضوع ما يمكن أن يسمى فعلا اسما بديلا عن نظرية النحو القرآني، التي أعتقد أن من ألح عليها وذكرها فقط باسم نظرية هو الأنصاري. والأنصاري رحمه الله كان يعني من شدة حماسه كان يعني حتى لغته التي يطرح بها مسألة النحو القرآني لديه كانت يعني اللغة فيها كثير من الحماسة وفيها كثير من نبرتها العالية. وفي النهاية خرج بهذه النظرية التي كما تفضل الدكتور سليمان كما سأقول بعد قليل هي ليست نظرية بل هي تصورات، بعضها وأكثرها ربما مبني على تصورات أخرى قد لا تستقيم، ولهذا فلا يمكن أن يقوم نظرية على تصورات مجمعة من هنا ومن هناك. أيضا نبهت سعادتك على مسألة الأمثلة والشواهد والفرق بينها، شكرا على هذا التنبيه وشكرا على هذه الإضافة. الأستاذ الذي رمز إلى اسمه بخادم القرآن، شكرا على المداخلة وشكرا على السؤال. السؤال وأنت عرضت عدة أسئلة، لكن أحد الأسئلة التي كتبتها أنا: هل يمكن أن يصل الشاذ إلى رتبة أفضل من رتبة المقيس أو المطرد؟ نعم، بل أزيدك من الشعر بيت كما يقال بالعامية: هناك شاذ لا يتكلم إلا به، يعني استحوذ هذه المشهورة، مع أن لي رأي آخر في استحوذ يمكن أن أطرحه لاحقا، لكن خلونا معها استحوذ نفسها الآن. القياس أن تقول استحاذ، هذا هو القياس، لأنك تقول استقام واستدام واستثار، و يعني لا تصحح في هذه الصيغ، ولكنك لا تقول استحاذ بل تقول استحوذ، وهو الوجه الشاذ، بمعنى أنك لا يجوز لك أن تأتي بالقياس أصلا، مو بس تفضل عليه بل لا يجوز غيره. وهذا واضح، كلمة شاذ هذه كلمة يعني تظهر في ظاهرها تظهر القبح، وهي في اصطلاحا من الناحية الاصطلاحية هي كلمة عادية، هي مفهوم يصف حالة من حالات خروج أو عدول التركيب أو اللفظ عن قياس أمثاله، وهذا موجود واللغة تعترف به، ولا ينبغي لنا أن نفهم كلمة شاذ بهذا الفهم القبيح السيء الذي نبرئ منه كل شيء. لا، كما قلت لك يعني استحوذها هي شاذة، لكنها هي التي لا يجوز إلا أن تقال. الأستاذ عبد العزيز، أنا يعني شوف، أنا معك في مسألة تقديم القرآن، كل ما يقال إن هذا خارج عن القياس في القرآن ليس معناه عدم تقديمه، أيضا مثل ما احتجنا إلى أن نحرر مصطلح الشاذ، أيضا لابد أن نحرر مسألة التقديم والتأخير، ليس في المسألة هذا البعد الذي نعرفه في الحياة الاجتماعية أول وقبل وكذا، هذا موضوع آخر في المعرفة. المعرفة فيها أمور ليس فيها يعني الذي يأتي بعد الآخر هو أقل منه، لا ليس أقل إلا في أذهاننا نحن، لكن أحيانا يقدم ما في القرآن وأحيانا يقدم غيره لأن هناك مقتضى معين يبرر هذا التقديم. فعلى كل حال بالنسبة لما يعني سألت عنه عن المراجع، أنا ذكرت بعض الذين ذكروا هذه القواعد التي يجب أن تغير، ومنها كتاب الأنصار الذي ذكرته، وكتب كثيرة أصلا، حتى لو سويت بحث بالنحو القرآني أو كذا خرج لك دراسات بالعشرات ربما. طيب، نعود الآن إلى أو نصل الآن إلى حبيبنا وصديقنا الأستاذ الدكتور سليمان. والأستاذ الدكتور سليمان هو
متقدم في هذا الباب وتناول النحو القرآني منذ زمن بعيد. وهذا الكتاب هو أساساً رسالة الدكتور، وقد اطلعت عليها وهي رسالة منذ زمن بعيد وهو يعلم هذا. ما فعلا ما يمكن أن يقال أكثر مما قيل في هذه الجلسة وما تفتحها هذه القضايا التي أثيرت بعض رؤوس أقلام فيها، نحتاجه منكم يا سعادة الدكتور، أنت أولى من يتحدث في نحو القرآني، وأرجو أن نسمع منك أنت أيضا في هذا الموضوع، في هذه الدائرة، دائرة أطروحات التي سميت أو ألحقت بهذه التسمية النحو القرآني. نرجو أن نسمع منك يا دكتور، وأن نحضر لك محاضرة أخرى من ناحيتك، وقد توسع فيها ما لم أتمكن من توسعته هنا، ولك الشكر بعد هذا كله، وأنت صاحب الفضل في الأولى وفي التالية. كل النقاط التي تفضلت بإثارتها أنا معك فيها. أنا تناولت، وأنت ربما حضرت في محاضرة سابقة في المجمع، أني تحدثت عن مفهوم نظرية، كان عنوان المحاضرة التي ألقيتها هنا في المجمع نظرية العامل أم نظرية الإعراب. استهللتها وأخذ جزءا من أول الوقت حديثي عن كلمة نظرية وكيف تستخدم وكيف تستعمل، وقلت بالحرف الواحد أن هناك إسرافا في استعمال كلمة نظرية، وبينت أحيانا يقال نظرية العامل، أحيانا يقال النظرية اللغوية، أحيانا يقول النظرية الفلانية، النظرية الفلانية، النظرية النقدية، نظرية أفعال الكلام، نظرية إلى آخره. هناك فعلا، بل إني ذكرت الأنواع التي أطلق عليها نظرية وهي كثيرة، قسمتها. أحيانا تطلق على قضية جزئية، أحيانا قضية فرعية، أو ربما مسألة واحدة. مثلا يقال نظرية الحقول الدلالية، نظرية المعنى، نظرية اللفظ، نظرية، وهكذا. إذن هناك إسراف في استعمال كلمة نظرية. ليس هذا وحده الحقل الذي استخدمت فيه كلمة نظرية في غير مكانها، فأكثر ما تستخدم كلمة نظرية الحقيقة أنها تستخدم في غير مكانها كثيرا. وكثير مما نبهت عليه وقيل وقالوه أصحاب هذا المنحة أنا أوافقك عليه ومعك فيه. شكرا لك يا دكتور سليمان. بارك الله فيك يا دكتور. رجع دكتور. دكتور سعيد. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور تفضل. عسى أن يكون الصوت واضحا. الحمد لله. حياكم الله يا دكتور محمد. الله يسلمك يا دكتور سعيد. كأنما تخلقت هذه المحاضرة في رحم السنة المنهجية عام 13 بين يدي شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد بكي الأنصاري عليه رحمة الله، القائل بمثل هذا نظرية النحو القرآني، ونحن وإن كنا نقدر سيبويه إلا أننا لا نقدسه، ونحن من الشعارات التي كان يرفعها، عفى الله عنا وعنه ورحمه رحمة واسعة. والأمر وأذكر من باب استكمال ما قال أخي الدكتور محمد أنه رحمه الله كان يحدثنا، يعني أحيانا الشعارات تجد تحتها ما يصدقها أو يرد عليها. فساق في باب كان يدرس لنا، وقد درس لأخي الأستاذ الدكتور محمد قبلنا بعام، يعني كان يحدثنا عن أن سيبويه رحمه الله تعالى أخطأ حين سلك قول الشماخ بن ضرار في وصف حمار الوحش، في قوله له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوثيقة أو زميره، أخطأ في سلكه في باب الضرائر، وكان لأن الضمير هنا مبني على حرف لا حرفين، ولم يدرك حكمة سيبويه المتقدم رحمه الله ورحمة الأبرار، لم يدرك أن سيبويه سلك هذا البيت في باب الضرائر من باب اختلاس حركة الكناية أو الضمير من عدمها، وأن الضمير هنا كأنه
قد اختلس في موضع كان يقتضي الإشباع، فيقال كأنه بإشباع الضمة فيتولد منها واو. حاصله من هذا كله أن شيخنا رحمه الله وعفى الله عنا وعنه لم يدرك حكمة المتقدم، وأحياناً قد للأسف الشديد يحملك العجب بنفسك أو الحب في أن تقول مقالة طريفة جديدة إلى السلب على المتقدم دون أن تدرك وجه مقالة المتقدم. سيبوي رحمه الله كان أوعى وأوعب لهذا اللسان، وعند وضع قواعد العربية في بكورها وفي أولها مستشهدين بكلام العربي نظمه ونثره، لم يكن ليفوتهم أن يقيسوا على كلام الله تعالى، بل هم كانوا يراعون أن يأتوا بهذا أن يجمعوا كلام العربي ويسمعوه بحديه الزماني أو بحده الزماني والمكاني والإنساني حتى يتعرفوا على سمات العربية بين يدي تنزل القرآن، حتى إذا قرأوا كلام الله تعالى عرفوا مقاصد التشريع وعرفوا ولئلا يحرفوا الكلمة عن مواضعه وعرفوا كيف يوجهون كلام العربية على وجهه دون تحريف أو تزييف. فحاصله أن كثيرا من المتأخرين قد أتوا من باب عدم فهم لغة المتقدم. هؤلاء لم يستدبروا كلام الله، وحين يؤتى بقراءة شاذة، والشاذ كما نعلم هو المنفرد، ولا يعني للأسف الشديد الشذوذ الذي في أذهان كثير من الناس، لأن العقول قد التاثت وتلوثت. فاليوم لا أستطيع أن أسمي ابني لوطاً لما علق بنبي الله تعالى من فعل قومه. للأسف الشديد أن المتأخر لا يدرك حكمة المتقدم، ولذلك قد يعيب عليه ما يزينه ولا يشينه. وهذا مثل واحد مما قيل في كذا. وأما نظرية النحو القرآني فإلحاق النظرية أو إضافة النظرية وإضافة ووصف النحو معا بالقرآن هذا يعيب واضع هذا المصطلح يعيبه. لماذا؟ لأن النظرية لا يمكن بحال أن تنضاف إلى كلام الله تعالى، لا يمكن بحال، سواء على سبيل الإضافة أو على سبيل الوصف أو كذا. فإن النظرية هي نظر الإنسان فيما بين يديه، يعني وكأن النحو قد وضع من كلام الله تعالى على كلام الناس، وهذا ليس بصواب، بل هو القياس الذي أو عمل العقل في النقل، عمل هؤلاء النحاة وجماع اللغة فيما جمع من كلام العربي وسمع. بارك الله فيكم أجمعين، وأسأل الله لكم التوفيق. بارك الله فيك يا دكتور. المداخلة التالية لسعادة الدكتورة فاطمة الغزالي. دكتورة خجيدة يعني اختفى طلبها. طيب السلام عليكم ورحمة الله. والله أنا كنت رافعة يدي من ثاني مشارك. شكرا، جزاك الله خيرا دكتور محمد، خير الجزاء على وحياك وبارك فيك على هذا حقيقة الطرح والتناول الشمولي الثري، أبحرت بنا إبحارا جميلا بديعة، فجزيت خيرا. ما أردت أن أقوله سبقني إليه سعد دكتور سليمان خاطر من أن القرآن نزل بكلام العرب، ومن هنا جاء التحدي، ولذلك كان توجه النحاة إلى استقراء كلام العرب ليستخرجوا منه القواعد. وسيبويه في الحقيقة ما دفعه إلى العمل الذي قام به دافع ديني، فقرأنا مرة أنه أخطأ في ضبط كلمة وهو يدرس في حلقة الحديث، فقرر ألا يعود حتى يتقن العربية، ففتح الله عليه بوضع هذا العلم. وما يؤيد صنيع النحاء أيضا ما عرفناه من مسائل ابن الأزرق في اللغة، حيث كان يسأل ابن عباس رضي الله عنهما فهل تعرف العرب ذلك، يأتيه يسأل عن معاني كلمات فيخبره كما تعرفون، يخبره بالمعنى فيقول وهل تعرف العرب ذلك. إذن هنا هذا يعني دليل آخر على أنه لابد من أن تبنى هذه القواعد على كلام العرب، وليثبت التحدي وأن هذا القرآن إنما جاء وفق ذلك الكلام. مسألة أخرى هي مسألة اللغات، يعني اللهجات
القرآن وإن كان قد نزل باللغة المشتركة في مجمده، إلا أن طبعا في مواضع قليلة منه جاءت أو وردت لغات العرب من ذلك، إن هذان لساحران وكذا. فهذه طبعا أمور ما أدري قد يعني التخريج لها ومحاولة إخراجها حسب القاعدة بدون مراعاة أن هناك في القرآن وإن كان في مواضع قليلة يعني ورود لكلام العرب للهجات القبائل غير اللغة المشتركة. أيضا عندنا مسألة مقام المبالغة، كما هو معلوم مقامه مخالفة للقواعد الأصل أو لقواعد الأصل مراعاة لجانب المعنى، هذه طبعا كلها تؤدي إلى القول بأن ما جاء في القرآن. هذه القواعد، قواعد المبالغة، موجودة في كلام العرب في شعره وفي نثره، وواردة في القرآن الكريم. أتفق معك سعد الدكتور بأن ما قال بأن القول بنظرية نحو قرآني غريب جدا، وكذلك ما قاله سعادة الدكتور سعيد القرني أنه أضاف بأنه معيب، وأن المتأخرون حقيقة فاتهم الفهم الدقيق للغة المتقدمين من النحاة. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم بكم وبعلمكم، وشكرا جزيلا. بارك الله فيكم دكتورة خديجة. المداخلة الثالثة لسعارة الأستاذ محمد بن مبخوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجزى الله خيرا مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة على إتاحة هذه الفرصة النتية. أما بعد، نحن في النظرية الخليلية الحديثة نفرق بين النحو العلمي والنحو التعليمي. فالنحو التعليمي هو الذي تكتسب به مهارات اللغة العربية، وقد كان يسمى العربية ويشمل اللغة والصرف والنحو والمعاني، وهو الذي نشأ على يد أبي الأسود الدؤلي. وأبو الأسود رحمه الله تعالى وتلاميذه هم الذين ضبطوا القرآن بالنحو، ضبطوا القرآن بالنحو الذي كان يسمى نقط القرآن، وطوره الخليل رقاه رحمه الله إلى حركات الإعراب المعروفة اليوم. فهنالك فرق بين النحو العلمي وفرق بين النحو التعليمي أو العربية، كما أن هنالك فرق بين المناهج التي تدرس النحو، فكل ينظرها من خلال المنهج الذي يتبعه، كما أن هنالك تأثيرا للمذهب الذي يتبعه الباحث، فلا بد من مراعاة الموضوع والمنهج واعتقاد الباحث والمذهب الذي يتبناه، حتى نميز بين الأمور وتتضح ويتضح لنا السبيل. أما مسألة نظرية النحو القرآني، فهنالك نظريات الآن تنسب إلى أصحابها أقل شأنا من نظرية الأستاذ أحمد مكي الأنصاري رحمه الله تعالى، كمثلا نظرية تضافر القرائن ونظرية النحو الوظيفي لأحمد المتوكل وغيرها، والنظرية النسبية للأراغي وغيرها، فكل تسمى نظريات. فكذلك للأستاذ أحمد رحمه الله نظريته، والنظرية هي مسلمات وفرضيات يبنى عليها، قابلة للأخذ والرد. وبالمناسبة أنا أريد أن أعرف، أسأل الأستاذ محمد دكتور بارك الله فيه عن المذهب الذي يتبناه،
فهل هو بنوي حيث يقول بمنهج النحو ومنهج النحاة والمعيارية والوصفية، أم هو على منهج آخر؟ والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المداخلة الرابعة للدكتورة فاطمة الغزالي، كانت قد خرجت ثم عادت. دكتورة فاطمة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا لم أخرج، كان في شيء في الجهاز. شكر موصول للجميع، وبخاصة لسعادة الأستاذ الدكتور، وأقول لسعادته مهم جدا ما أشرتم إليه انتقادا من الحماس الزائد ومن الاتهامات الموجهة للنحاة ولدراساتهم، ومن ثم انتقادكم للمطالبة بتغيير قواعد النحو، ثم ما ارتأيتموه من أهمية إثارة القضايا المتصلة بالمنهج الذي أقيمت عليه المقولة، وتحرير بعض المناهج المتصلة بالمقولة والتباس المفاهيم. ومما أراه من هذه القضايا قضيتا التضمين والنيابة. فتدخل النحاة وأصحاب التضمين وكثير من تبعهم، كما في وقد أحسن بي إذ أخرجكم من السجن، قولهم هنا بتأويل الفعل بلطفة، أو أصحاب النيابة بتأويلهم لحرف الجر بإذا، ولأنه لا وقت للتوضيح. المهم، قد أثر موقفهم هذا كثيرا على حقيقة الوقوف على المراد القرآني وسعة اللغة ومعطياتها. وأيضا أرى بعض يعني توضيح القاعدة النحوية لدى المتكلمين بها وتثبيتها وتدريسها، أن عدم جعل الأولوية في الاستشهاد بالنص القرآني والانزياح فيه أو ما ورد فيه من سمو وإتمام لما في اللغة ومعطيات اللغة، أضعف لدى الأجيال الدارسة للنحو في الفهم للمراد القرآني بل واستصعابه. فلما لا يجمع بين دراسات السابقين وبين ما في النص القرآني من سعة وحقائق للغة لتتحقق الفائدة المتكاملة التي هي المحور في الأمر؟ وشكراً، جزيتم الخير. شكر الله لك يا دكتورة. المداخلة الخامسة وقد تكون الأخيرة نظراً لضيق الوقت، الدكتور صالح الجبوري، يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلاً وسهلاً، مرحباً دكتور. أوجه شكري واعتزازي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد الغامدي على هذه المحاضرة العلمية القيمة، وكذلك لمجمع اللغة العربية بمكة، لكم مني كل الاعتزاز والتقدير. حقيقة لدي مداخلتان وليست أسئلة للدكتور سعيد الغامدي. قبل المداخلتين أود أن أقول أن الدكتور الغامدي ذكر في أول المحاضرة أن القلة القليلة من الباحثين هم من يعني الرافضين أو المناوئين لفكرة النحو القرآني. أقول أنا من الباحثين القلة المناوئين لهذه الفكرة وهذه النظرية. السؤال الطرح الذي أود أن أقوله، هل يعتقد أصحاب نظرية النحو القرآني أنهم يستطيعون أن يضعوا لنا نحوا قائما على القرآن الكريم، ومن ثم تتأسس عندنا نظرية نحوية متكاملة تحيط بأساليب العرب في كلامها وفي مقاصدها؟ إذا كان الجواب بنعم، ماذا نفعل بالقائمة التي رصدها المرحوم عبد الخالق عضيمة بما لم يرد في القرآن الكريم من قضايا نحوية؟ بطريقة أخرى، أن هنالك الكثير من الباحثين كتبوا رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه بعنوان ما لم يرد في القرآن الكريم، وقد جمع هؤلاء الباحثون مادة علمية كبيرة جداً بنوا رسائلهم في ضوئها. أين نضع هذه الدراسات في ضوء نظرية النحو القرآني؟ الوجهة النظر الأخرى، إذا كانت القراءات القرآنية مصدراً من مصادر التشريع النحوي ونقطة قوة في النحو العربي، فأظن أن القراءات القرآنية هي نقطة ضعف في النحو القرآني. إذا كانت القراءات القرآنية نقطة قوة في النحو العربي، فالقراءات القرآنية نقطة ضعف في النحو القرآني. لماذا؟ لأن النحو العربي نظامه قائم على تعدد المصادر السماعية تحت معيار الاضطراد، يعني كثرة الاستعمال،
يعني نستطيع أن نطمئن للقاعدة حين تجتمع أدلتها القرآنية والقرائية والشعرية والأمثال العربية. فماذا يفعل الأخوة الباحثون الأعزاء أصحاب نظرية النحو القرآني حين نضرب بكلام العرب عرض الحائط ولا نلتفت إليه ونضع نصب أعيننا القرآن الكريم والقراءات فقط وقد اختلف السبعة؟ يعني أضرب مثالا واحدا، ماذا يفعل الباحثون أصحاب نظرية النحو القرآني حينما يختلف القراء السبعة في قراءة معينة؟ فلا ترد، لا يمكن أن ترد قراءة حمزة بجر الأرحام في قوله تساءلون به والأرحام لأنها قراءة سبعية متواترة، ولا يمكن أن ترد قراءة عاصم بنصب الأرحام في ولا تساءلون به والأرحام فلأن قراءته متواترة، ولا يحق لنا أن ننظر إلى أدلة العرب في هذا الأسلوب. لماذا؟ لأن النحو القرآني يعتمد على النص القرآني فحسب. هل يجوز؟ كيف نقعد هذه القاعدة؟ هل مجرد الأرحام بعطف هذا الاسم الظاهر على الضمير من دون إعادة الجار؟ كيف نقعد؟ هل نقعد بجواز الوجهين؟ إذا كان كذلك فما الضابط في هذا التقعيد؟ الذي أود أن أقوله أن النحو العربي إنما هو نحو قائم على أساس المصادر السماعية المتعددة، وأول هذه المصادر وأسماها وأرقاها وأفصحها هو القرآن الكريم، ومن ثم تسند هذه القواعد بشواهد العرب. وحقيقة أشكر لكم هذه المحاضرة العلمية الشيقة وأعتذر عن الإطالة. بارك الله فيكم، تفضل يا دكتور محمد. شكرا جزيلا دكتور مصطفى. سنبدأ بالدكتور سعيد، جزاه الله خيرا، ذكرنا بتلك السنين التي كنا فيها مع أستاذنا المرحوم دكتور أحمد رحمه الله. شكرا يا دكتور على هذه الكلمة الحميمية حقيقة التي لامست بعض ذكرياتنا جميعا، وأيضا تحدثت بشكل جيد عن هذا المنزلق، ربما يعني ربما يحق لنا أن نسميه منزلقا، بدأ لمن انزلق منه أنه يسير على أرض يعني صلبة وليس فيها أي إشكال. ربما دائما نقول إن هؤلاء النية الحسنة هي التي قادتهم إلى هذا. ربما يكون أحيانا بعد أن يسيرون في هذا الطريق يرى الواحد أنه تفرد بشيء وأنه ربما يأخذه العجب بنفسه كما تفضلت، لكننا أحيانا نقول إن النية الطيبة والنية الجيدة وخدمة القرآن الكريم هي الأساس الذي قاد كثيرا منهم، وربما منهم أستاذنا دكتور أحمد رحمه الله إلى هذا الطريق. ما تفضلت به كله مهم، وفعلا أنا أوافقك على عدم وجاهة الاتجاه نحو تسميتها النظرية من هذا الباب الذي ذكرته، من هذه الزاوية التي تفضلت بذكرها. شكرا دكتور سعيد. الذي تحدث بعد الدكتور سعيد يبدو لي دكتورة خديجة. نعم دكتورة خديجة، أهلا وسهلا بك، حياك الله دكتورة. أيضا أنت أضفتي يعني زوايا متعددة، تحدثت عن أن القرآن نزل بكلام العرب وأنها استخرجوا هذه التي يسميها القواعد من مجمل كلام العرب بما فيه القرآن، إلى وتحدثت أيضا عن بعض الدوافع وأن الدافع كان ديني. وأنا قد يكون لي رأي في مسألة الدافع الديني هذه، وقد يكون يعني هناك كلام يطول في هذا الجانب إذا تحدثنا عن ظروف نشأة النحو قبل سيبويه، لأن سيبويه هو الحقيقة لا يمكن أن يكون هو البادئ لنقول إنه بدأ ونصب عينيه مثلا هدفا معينا خدمة الدين أو غيره، لأنه هو لا يمكن عقلا ومنطقا
لا يمكن أن يكون الكتاب سيبويه هو نقطة الصفر، ولا سيما ليس فقط لأن كتاب سيبويه كتاب كبير عظيم ممتد لا بد أن يكون قد سبقه محاولات أقل منه بالتأكيد، لكن أيضا هناك سبب آخر غير هذا، أنه يتحدث عن النحاة الذين قبله، بل يقول هكذا. ويعني مثلا أنا أذكر أحد النصوص التي يعني ينقلها الباحثون بكثرة، ذكر فيه ما سماه النحويون، أظنه كان يتحدث عن التصريف، وقال وهو ما يسميه النحويون التصريف والفعل، نص على كلمة النحويين. وأيضا هو ينقل عن يونس وينقل عن ابن أبي إسحاق وينقل عن عاصم وينقل عن الأخفش الأكبر وينقل عن يعني أسماء وردت في، ولذلك لا يمكن أن أقول أن الهدف الديني عند سيبويه هو الذي جعله يؤلف، لأنه هو في سلسلة والنحو له ظروفه وله مساره الذي اتخذه، لا نستطيع أن نجزم بالدافع نحو نشأة النحو بكامله غير النشأة بالدافع المعرفي لنقل. برضو مسألة اللهجات هذه أيضا فيها كلام كثير، لكن ما أتفق معك فيه جملة وتفصيلا هو ما قلت حضرتك أن القرآن وأن أساليب القرآن يعدل بها إليه لأسباب ولظروف ولدلالات، وتعرفون يعني الظروف التي تحيط بما نسميه الشاذ الذي هو عدل به عن قياس مثيله أو عدل به عن نظام غيره. شكرا دكتور على الإضافات الجميلة. الأستاذ محمد مبخوت أيضا تحدث عن مرحلتين، وهاتان المرحلتان كتبت فيهما الحقيقة، وهما مرحلة النحو العلمي ومرحلة النحو التعليمي. وقد حمل البحث الذي نشرته منذ أكثر من 15 عاما أكثر من هذا، كان عنوانه نحو سيبويه ونحو المتأخرين، وقلت فيه حاولت أن أثبت في هذا في ذلك البحث أن النحو في أول عهده كان نموذجا علميا وليس تعليميا، ولم يقصد به كما يظهر وكما أرجح أي تعليم للغة أصلا، لكنه فيما بعد تحولت أخرى. وأشرت اليوم في إشارة سريعة في هذه الجلسة إلى أن النحو بدأ وصفيا ثم ربما انتهى ودخلت فيه المعيارية في مراحل متأخرة. شكرا على هذه الإضافة الجميلة دكتور أستاذ محمد. وأيضا ما أضفته عن مسألة والتساؤل حول المناهج التي يمكن أن يدرس بها النحو، وهي أمر يحتاج إلى الحديث فيه بشكل موسع. أما سؤالك عن مذهبي فليس لي مذهب، أنا باحث أتلقط ما أرى أنه يؤيد فكرة اعتقدتها في ذهني، وأظن أن ما أجده دليلا عليها. وأما التمذهب فليس موجودا، ولا أعتقد أن التمذهب أصلا بمذهب معين، هو ينتمي أصلا إلى المعرفة. فالتمذهب هو له طريق آخر، وما يطلق على فلان أنه بنيوي أو غير بنيوي مثلا في الدراسات النقدية، هو ليس بالضرورة التسمية الحرفية أو المعنى الحرفي لكلمة مذهب، بل هو اتباع ربما أو تفضيل ربما لمنهج ما، لمنهج تحليلي ما، وقد ينسب إليه على سبيل المجاز، لكني لا أعتقد ولا أستطيع أن أسمي هذا مذهبا. شكرا يا أستاذ محمد. الدكتورة فاطمة الغزالي كعادتها، وأنا أشكرها أيضا على حضورها وعلى تفاعلها الدائم، شكرا على الإضافة أيضا في جانب آخر من جوانب النحوية المهمة ومن القضايا المهمة، وهي ما يؤدي إليه التضمين أو النيابة، على خلاف بين من يسمي هذا تضمينا أو يحمله على التضمين
وما يحمل نفس الأسلوب أو نفس التركيب على المسألة النيابة، وكيف يمكن أن يكون التأويل يوصل إلى دلالات أخرى جديدة. هذه يعني لفتة جميلة، وتصلح أن تكون شاهدا على شواهد ما يمكن أن تحمل عليه الوجوه، وجوه التراكيب المختلفة، والمسألة مفتوحة يعني، والمسألة مفتوحة. شكرا يا دكتورة فاطمة، تحفتينا كعادتك. الأستاذ أو الدكتور صالح أيضا شرق بنا وغرب، وشكرا لأني وجدت من هو مناوع أيضا مثلي ومثل الدكتور سليمان ومثل الدكتور سعيد لإطروحات ما سمي بنظرية النحو القرآني. وما أضفته الدكتور صالح هو إضافات قيمة وجميلة، وتساؤلات أيضا تحرج هؤلاء الذين يقولون بهذا القول. أما حديثك عن القراءات فهو حديث أيضا يفتح الباب لتساؤلات كثيرة، ويحتاج فعلا الحديث فيها بشكل مفصل إلى ربما محاضرة مستقلة. أشكركم جميعا، وأعتقد أن ما يضيفه أي متداخل لا يستحق إلا أن يحيى، والرد عليه هو من باب رد التحية، لكن كل تعليق هو إضافة لي أنا شخصيا وللجلسة ولما قيل فيها. شكرا للجميع، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء وأوفاه سعادة الدكتور. ونختم بهذه الردود الوافية لقاء اليوم، ونعتذر للمشاركين الكرام الذين طلبوا المداخلة ولم يعطوها نظرا لانتهاء الوقت. وفي الختام باسمي وباسم مجمع اللغة المكي أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان لسعادة الأستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي الذي شرفنا بهذه المحاضرة الماتعة النافعة. أشكرك يا دكتور على ما أتحفتنا به من إفادات وما أوقفتنا عليه من إضاءات. شرفنا بهذه الكوكبة العطرة من الأساتذة والمشاركين والمختصين، وإلى لقاء آخر قريب تتجدد فيه أطروحات اللغة وقضاياها بحول الله تعالى.